السلام عليكم حباباتي ومرحبا بكم. الوغ اليوم جبت لكم وصفه تاع المدربل التلمساني، مدربل ولا الملوي، واحد كيفاش يسميه، يعني يجي بني بزاف، يجي مورق ولا ورقته بالزبده والسميد وكاع كما راكم تشوفوا، يعني يجي خفيف، العجينه خفيفه مازال حامي كما راكم تشوفوا، مع قهوه حليب يعني يجي رائع. ونطلب منكم حباباتي قبل ما نفوتوا لفيديو تاع المدربل، نتمنى انكم تشاركوا في قناه اسهل الوصفات، يعني القناه تاعها رائعه ووصفات سهله واقتصاديه، راهي محتاجه الدعم تاعكم. غادي نخليكم معاها تقدم نفسها، ومن بعد ان شاء الله نفوتوا لفيديو تاعنا تاع المدربل، وشكرا جزيلا والله يحفظكم. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا قناه اسهل وصفات، جيت باش نطلب دعم من عند قناه غوسات ليلي، المشتركات تاع غوسات ليلي، الاخت اللي نشكرها بزاف بزاف على هذه الفرصه اللي سمحت لي باش نقدم نفسي ونعرف نفسي على بعض المشتركات. لما لا اذا حبوا ينضموا الى قناتي يشتركوا. كما راكم تشوفوا انا قناتي بسيطه جديدة متنوعة، فيها وصفات متنوعة، عندي هنايا أطباق رئيسية، تحليات، مقبلات، وكذلك عندي حلويات عصرية وتقليدية، وكما يقولوا أيضا عندي حلويات يومية. نتمنى تزوروا قناتي وتدعموني لأن محتاجة للدعم تاعكم. وش نقولكم، ان شاء الله تشرفوني وتلبوا هذه الدعوه. وقبل ما نكمل نقول الاخت لي شكرا بزاف بزاف على هذا الدعم تاعها، والسلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو عندي في القناه ولما لا. يعطيكم الصحه، الى الملتقى ان شاء الله. مرحبا بكم في غرفه ليلي. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم المدربل ولا الملوي، واحد كيفاش يسميه، يعني احنا في دارنا انا ما تميت يعني تسميه المدربل، تعيط له مدربل. على واحد المدربل ان شاء الله غادي نديرو مدربل تلمساني على طريقه تاع عما. على غفتو المقادير، على هنايا شعدنا، يعني الاخوات اللي ما يعرفوش ولا مدربل او الملوي، هو يعني خبز كيما المطلوع بصح يجي مورق، يعني نورقوه بالزبده، يعني العجين تاعه كيما المطلوع والتورق تاعه كيما المسمن. هذه هي الوغ اللي قلي هنايا السميد كما راكم تشوفوا، ها هي لاصومو الفين كما راكم تشوفوا، السميد يجي رقيق تاع مسمن كما راكم تشوفوا، نوريه لكم. هنايا عندي 500 غرام تاع السميد، انا نشريه من كازينو ولا من ليدر برايس كما راكم تشوفوا، كازينو ولا ليدر برايس. ها وينا هذا يجي هكا رقيق وصفر يجي شباب. فوالا الوغ هنا عندي 500 غرام، هنا عندي غرفيه تاع فرينه اللي هي 300 غرام تاع فرينه، يعني مقادير كيما تاع المطلوعه. هنا عندي خماره تاع الخبز، هنا عندي دو ساشي 10 غرامات الملح المدافي، وغادي ندير فيه شويه مغرف تاع سكر صغيره ولا نص مغرف كبيره، والخل. الوغ نبدو بسم الله، ندير الفرينة تاعي، أنا غير نعجنها بيديا، ماشي بخيفير نعجن بيديا، والأخوات اللي ميعرفوش يعجنو ينجمو يديرو العجن، يستعملو البيتخان، مكاش مشكل، يعني أنا نبغي هاد العجائن نديرهم بيديا خير، يعني كل واحد كيفاش، بون دي فوا ندير البيتخان، مي بون يكون عايا ولا بصح سينو نبغي العجين نديره بيديا خير. انا غادي ندير فيه شويه سكر باش خميره نص مغرف تاع ماكله تاع سكر، ندير فيه زوج ملاعق تاع خل، يعني الخل هو محسن العجائن، ميم المطلوع تاعنا غادي يجينا المدربل تاعنا يجينا خفيف، وكي نورقو غادي ينحلنا مليحه ما يغبلناش. ندير انا عيني ميزاني واحد مغرف تاع قهوه تاع ملح، ندير خميرة تاع الخبز،
راني هاني درت كلشي بالخمارة وكاع وغادي نخلطهم، يعني السكر نديرو باش الخمارة تاعنا دير المفعول تاعها مليح. نخلطو الفرينة مع السميد مليح، كما قلت لكم اخوات لي ما يعرفوش يعجنوا ولا ما يبغوش يعجنوا ولا ما عندهمش الوقت خدامات ولا، يعني نديرو في البيتخام كاش مشكل. فوالا دروك ندير الماء، الماء دافي بيان سور، توجور ماء دافي. بسم الله فوالا ندير ونشوف. الساق شوفوا يعني راهي طريه. دروك شغادي ندير، غادي ندهن هنايا السلادي تاعي اللي خلطت فيه، ندير فيه شويه زيت. فوالا نجيب الزيت ندير فيه شويه زيت، فوالا ندهن يديا بالزيت نرفدها كيما هكا. غادي نديها تخمر بيان سور، غادي نخمرها. فوالا شوفوا العجينه كي راهي. الو غادي نخمرها هنايا، نغطيها خليها تخمر، نعاود نرجع لكم ان شاء الله. ولا حبيباتي هاي العجينه تاعي كما راكم تشاهدوا راهي خمرت، يعني ضاعف الحجم تاعها مام ولا تريبل. الو غادي ندير هذا السيلوفان هذا لو فيما ليمونتير، شوفوا كي درت هاد الفقاعات هذا يعني معجونه مليح. الوغ شغادي ندير دروك، هنايا عندي الزبده ذوبتها شويه في الميكرووند باش كانت في الثلاجه. شغادي ندير فيها هاد الزبده، غادي نجيب مغرف كبيره فوالا. الوغ غادي ندير فيها السميد، الزبده ندير فيها السميده، مغرف زوج ثلاثة مش معمرة بزاف. غادي ندير فيها خميرة الحلوى، ندير فيها مغرف معمرة كما راكم تشوفوا فوالا. وغادي نخلط كاع هاد المواد، نخلط المغرف صاي فوالا، نخلطهم مليح مليح فوالا كيما هكا. شوفوا معايا على هذه الزبدة، الزبدة نديروها تكون باش نورقوا بها المدربل تاعنا. الوغ درت السميد باش نورق بيه، ودرت الخماله باش تجينا خفيفه. يعني كاين بزاف الناس زعما كل واحد الطريقه نتاعه، كاين بزاف يديروا الزبده ويديروا السميد هكا، انا لا جو بريفير ندير كيما هكا ومام تجينا خفيفه عاد كي طلعت دوك المدربل تاعنا ان شاء الله يجي شباب. فوالا كيما هكا هاي خليها هنايا، ودوك نبدا ان شاء الله نديروا المدربل تاعنا. ديكازي لاباط مليح، شوفوا لاباط كي راهي معانا خمرت غايه فوالا. شوف كي راهي لاباط، ديكازيها مليح كما راكم تشوفوا فوالا كيما هكا. نعاودو نخمروها مرة تانية. الوغ شغادي ندروك، غادي نكسب عندي على زوج، ندير زوج خبز نقسمها على زوج كيما هكا. هادي خليها من بعد خدمها، غادي ندير لكم وحده كي نخدمها كي نديرو مدربل. وكاين اللي حلها بالوراق، وكاين اللي حلها بيد، انا نشوف نحلها بالوراق خير باش ندير بالخف باش نبطاش عليكم. الوغ غادي ندهن شويه هنا تحت بلون طخافاي شويه بالزيت باش متلصقليش، بس ديرو الزيت ماشي السميد ولا الزيت فوالا كيما هكا. غادي نجيب الاخر تاعي هادي ونحلها، نبدا نحلها. يعني كاين اللي بيده كاين اللي حل بيده كيما نديرو مسمن كيما هكا، انا جو بريفير بالوراق باش مطولش عليكم. فوالا كيما هكا غادي نحلها مليح بالوراق كيما راكم تشوفو. فوالا كيما هكا نحلها مليح، يعني هاد الفقاعات يعني العجينة معجونة مليح، يعني مادام العجينة معجونة مليح مادام الملوي تاعكم المدربل يجي شبابة بيان سور. فوالا نحلها كيما راكم تشوفو فيا فوالا هكا، يعني حلوها مش دقيقة بزاف، ماشي كيما تاع كريوش ولا لا بات فيتي نو، غير شويه فوالا هاكا كيما راكم تشوفو فيا هاكا. خلوها غليظه شويه يعني غير باش نورقوها فوالا كيما هاكا، هاكا بزاف عليها منورقهاش بزاف منرققهاش بزاف كيما هاكا، يعني تجي غليظه. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ندير هاد الخليط تاع الزبده والسميد والفرفاره، الفرفاره هي خميرة الحلوى، نورق بيه ندير هنايا مليح
نطلعي كاع حكايه. مرحبا بيتي، كما كنت تشوفون درت كاع اللي طليت كاع الزبده مع السميد اللي درناهم، غادي نطويها غادي نطبقها كما نقولوا على الزوج كيما هكا كما راكم تشوفوا. فوالا نسقبها مليح هنايا. فوالا ندخل فيها مليح كيما هكا، نلصقها مع اختها. نعاود بيديا هكا، نبسطها هكا بيديا، نحلها هكا بيديا، ونتهليك نحلها مليح. كيما هكا نعاود ندير الزبده مع السميد. مرحبا بيتي، يعني عاودت الزبده هنايا كما راكم تشوفوا. نعاود نطبقها، نطبقها كيما هكا، نحاول نسقمها. فوالا شوفوا معايا، نسقمها مليح، نبلع لها هنايا كيما هكا. غا يدخل فيها مليح الزبده وتجي بيان فويتي كي كيما هكا. من بعد يكورها ويخليها تخمر، انا لا ننزل عاود هنايا ندير وبعد يكورها باش تجينا بيان. نحاول نحلها كيما هكا، فوالا كيما هكا، يعني كما قلت لكم على الطريقه تاع عمه. فوالا نعاود ندير هذا التالي اللي بقالي تاع الزبده. فوالا عاودت الزبده كيما راكم تشوفوا، ودروك غادي نطويها هنا ساي كملتها. نجيبها هكا هنايا منا نطويها كيما هكا، بلعنا مليح كيما راكم تشوفوا، بلعنا مليح، بلع عليها، بلعوا عليها هنايا بصباحكم كيما هكا. ودوك غادي ندير لك شغل خبزه، شوفوا معايا فوالا شغل خبزه كيما هكا، ونبلعها كيما نديرو مطروح، نبلعها مليح هنايا بيان فوالا كيما هكا. ودروك غادي نجيب السميد راه هنايا، وغادي نرمدها في السميد. نجيب طبسيخير كبير باسكو هذا صغير. ولا حباباتي راني رمدتها في السميد كيما راكم تشوفوا، يعني رمدوها عادي كيما رمدوا المطلوع ولا مطلوع. فوالا هاي شاين ندير دروك سي بون، رمدتها مليح كيما راكم تشوفوا، عندك فقاعات دايرهم. الوغ هنايا كيما درت مع المطلوع تاع المغنيه باش غادي نعاود خليها تخمر، شكل نفدها منها وتلاش الخمار تاعها وما تخسرليش في يديا كاع، تجي شابه، تجينا دايره تجي شابه وطيب غايه، طيب متفخه وطيب شابه. الوغ غادي نقرصها هنا شويه، هذا بابي كويسون ورق الزبده، جبت طبسي كبير ورق الزبده، غادي نقرصها وغادي نخدم الاخرى بنفس الطريقه، ونخليهم يعاودوا يخمروا المره الثانيه عاد باش نطيبهم. فوالا نقرصهم شويه كيما هكا، فوالا كيما هكا بيان، الفيتاج جينا بيان، جينا غايه. فوالا حبيباتي كيما هكا، ندير شويه سميد من الفوق هنايا، صافي انا قرصتها، خليها تخمر ونخدم الاخرى، كي يخمروا ان شاء الله راني نعاود نرجع لكم ونطيبوهم في رحبه. مرحبا بيتي، هاي الخبزه تاعي تاع المدربل، راهي خم عاود خمرت لي، يعني عاود خليتها تخمر مره ثانيه. راني دايره المقله تاعي تحمى ولا الطاجين شي اللي عندكم. الوغ غادي نفدها كيما راكم تشوفوا هكا بالبابكي كيما درت في المطلوع تاع مغنيه، كيما هكا نفدها ونحطها طيب هنا، نقرب لكم باش تشوفوا. فوالا ها هي وينا، غادي نقرصها غير شويه ماشي بزاف، مقرصه ديجا قرصتها المره الاولى. فوالا كيما راكم تشوفوا قرصها شويه، فوالا وغادي نخليها طيب ونقلبها كيما نقلب المطلوع. ولا حبيباتي انا ركبت عليها هكا، ركبوا عليها منا راهي حمراء صايي، دوك راهي بهذا نقلبها بسم الله، راهي تخاجي درنا فيها ورق نهار راهي تخدمو تخاجي بسم الله. فوالا راني قلبتها، دوك انا نطيبها على الجهة الاخرى عادي كيما نطيب المطلوع ونطيب الخبزة الاخرى
وان شاء الله نشوفوهم طيبين. ملاحظة قبل ما نتلاقاو من بعد كلو طيبين، النار نقصوا لها، ناكد عليها. شوفوا النار كي راهي، راهي ناقصه فريمون، نقصوا النار باش طيب لنا من الداخل، باش من الداخل تقعد لناش خضره، مش قصدي النار، نقصوا النار كيما هكا وخليها طيب في غرضها، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ولا حباباتي ها هو المزربل تاعنا ولا المليوله، ها هو طيبتك راكم تشوفوا زوج خبز، ها ما وينات راكم تشوفوا. غادي نكسر لكم حبه باش نشوفوا الداخل، باش تشوفوا من الداخل كي جا. بسم الله. ولا حباباتي نكسر لكم، ها هو شوفوا من الداخل كي جا، يجي مورق ويجي خفيف، يعني كما راكم تشوفوا راه مورق كما راكم تشوفوا. شوفوا معايا كي جا، يجي شباب، يجي مورق. ها وينا معنا شو كيجي. ها الخبزه الزوجه تاني نوريها لكم، ها الحاميه باسكو هذه هذا وين طيبتها مع قهوه حليب ولا لاتاي حشيه، يا با يا با ميو. فوالا شوف معايا شو كيجا، ها الحاميه كما راكم تشوفوا. هذا هو، نتمنى فريمون يكون عجبكم، وتسيو وتردوا لي الخبر كما نقولوا حنايا. وما تنسوش تشتركوا في القناة أسهل الوصفات، راهي محتاجة للدعم تاعكم. ونشكركم ونتلاقوا في وصفة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.